وأعود بكل ما نعيشه نحن المنتخبون يوميا في الميدان الجهوية المنتخب. خرجوا ثلاثة القوانين بطبيعة الحال، هنا كاين نقاش واش خص يخرجوا ثلاثة القوانين أو يخرج قانون واحد بكل ما هو مشترك ما بين الجامعة الترابية وقوانين تخصص لخصوصية ديال كل جهة، ولكن على أي حال القوانين خرجت. وهذه القوانين بطبيعة الحال تتأخذ الفكرة ديالها والروح ديالها أولا من أشغال اللجنة التي أسسها جلالة الملك سنة 2010، ثانيا من مقتضيات الدستور اللي ولو أن كما ذكر السكوري أن الجهوية في الدستور بدأت بدأت نضرب عليها في 1992، حيث أن الجهة أصبحت يعني جماعة محلية آنذاك لما تكون ترابية، ولكن في الواقع الدستور ديال 2011 هو اللي خصص واحد الحصة كبيرة وواحد العدد ديال البنود والفصول للجهوية. ثم لابد كذلك ان مع هذا مع هذه القوانين مع الشروط اللي عليها من الدستور من اعمال اللجنه وخطاب جلاله الملك، يعني لابد نعترفوا ان الفلسفه لا ديال التقرير ديال اللجنه ولا ديال المقتضيات ديال الدستور اكبر بكثير مما يمكن ان تترجمه ان يترجمه قانون كيفما كانت، يعني جودة هذا القانون مستحيل، لأن لما تتهضر في الدستور مثلا على لوتونومي دو جيستيون بطبيعة الحال ما يمكنش غير تحطها هكذاك، يعني إلا جيتي تحلها جيتي تحطها كلها راه قوانين. وأكبر دليل غير للمقارنة لو كود دي كوليكتيفيتي لوكال ان فرانس راه فيه 1200 إذا كنتذكر 1200 ولا 1300 صفحة، بمعنى أن يعني إلا بغاش الإنسان يمشي للتفاصيل راه خص أكثر من هذا. ولكن في نفس الوقت لابد أن نقول أن كل ما وقع من 2010 في 2011 في 2015 خلق عند المواطن واحد انتظارات قوية، الكل يعني كان يرى في الجهة الحل لجميع المشاكل ديال المغرب. وطبعا هذا ساهمنا فيه كلنا كذلك كمقررين كمشرعين كأحزاب سياسية، بحيث أن الكل كان كينتظر هذه الجهة باش تحل لنا المشاكل، في الوقت اللي المشرع والخبراء تيعرفوا ان ورش بحال هذا ويعني واحد تحول عميق بحال هذا لا يمكن بتاتا ان يكون ان يعطي اكله لا في سنه ولا سنتين ولا ثلاث سنوات، لا بد يعني هو مسلسل هو تدريجي ولا بد من اخذ وقت.